مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. النهاردة الحقيقة حلقة أرجو أن أنتوا يعني تقتنعوا بالكلام اللي أنا هقوله، لأن والله يوم الشعارات ولا إنشاء ولا أي حاجة، وأنا عارفة أن الضائقة المالية بتخلي الواحد يعمل أي حاجة في الدنيا، بس واللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، وأنا قاعدة هنا ممكن أكون مش حاسة، بس أكل العيش مر والعيال جعانة ولازم نجيب أكل ونعمل إيه ونسوي إيه. بس برضو القيم والمبادئ بتخليك تفكر برضو حتى لو عايز القرش ده هتجيبه إزاي ومنين، لأن بتفرق قوي لما تيجي تأكل عيالك هتجيبه إزاي ومنين، مش مهم تجيبه خلاص، لأن هو ممكن يجي ويسمم بدن ولادك، ممكن يجي وربنا ما يباركلكش فيه. اول حاجه بس عايزه اعلق عليها قبل ما ندخل في موضوع حلقه النهارده، الفيسبوك واحنا قدمنا حلقه عن الانترنت وقلنا ان في ناس كتير قوي قوي بتبقى فيك مش حقيقيه، بتحط صور وهي مش حقيقيه، او ساعات حقيقيه وتحط انها بتشتغل حاجه مش مهنتها الحقيقيه. اتكلمنا عن المواقع اللي بتحط اخبار عن الاعلاميين والممثلين مش صح، لمجرد انك تدخل وتحط لايك او تعمل كومنت او عشان يدخل لهم فلوس كتير جدا. والحقيقة احنا شايفين ان الموضوع ده ملوش حل، ملوش حل غير ان الواحد يترفع عنه خالص وما يفكرش فيه. هتقولنا الزبون بتاع المرة دي الاعلامي محمد عوف، تن ترارارن تن تن، الاعلامي محمد عوف بتلفزيون النهار، مراسل تلفزيون النهار، وكل الاخبار بقى هتهلنا، وانا مش عارف تجيب لنا اللي تحت. اللي تحت بقى اخبار عننا ان احنا اتضربنا، وان احنا خليك واقف بس عشان الناس تشوفه كويس، لازم الناس تشوفه كويس. ان احنا بنتضرب، ان احنا مش عارفه ايه، ان احنا ايه، ان احنا ايه، وبيعمل شير لكل حاجه تشتم فينا. تاني حاجه يمكن وهي برضو شرحناها قبل كده، الوطن، موقع الوطن اللي انا قلت ان لازم يتغير اسمه، لازم يتغير اسمه، لان الوطن، الوطن حاجة غالية جدا، والله العظيم بجد حاجة غالية جدا واسم مشرف جدا، مينفعش يتحط على اي حاجة. كاتبين ايه بقى؟ كاتبين ان احنا اهالي طنطا حصرونا ومنعونا من التصوير وكانوا عايزين يتعرضوا لنا. اولا هما كاتبين مئات تحاصر ريهام سعيد مش عارفه ايه. اولا انا اللي كتب الخبر ده عايزه اصلح لك المعلومه، لما رحنا طنطا مش مئات حصروا ريهام سعيد، الاف حصروا ريهام سعيد، معلومه بس اختلط عليك الامر، ممكن يكون كان في 100 توك توك و200 عربيه وبتاع، لكن الناس قد ايه؟ الاف. منعوا ريهام سعيد من التصوير ما حصلش، تعرضوا ريهام سعيد ما حصلش، لان اهالي طنطا دول جدعان جدا، عملوا ايه؟ حبوا ريهام سعيد، عايزين يصوروا مع ريهام سعيد، عايزين ريهام سعيد تنزل تقف معاهم، يعني حصار حب مش حصار خناق خالص. ليه؟ يعني ايه العداوه اللي بيني وبين طنطا؟ ما صورناش ليه؟ ما صورناش لان الحادثه اللي حصلت حصلت في مسجد، والمسجد بتملكه جمعيه خيريه تبع الاخوان، فلما الراجل شافنا خد المفتاح ومشي، عشان ما اعرفش انا ايه يعني، ريام سعيد راح واخد المفتاح ومشي. بس هو ده اللي حصل. لكن اهالي طنطا حصرونا، اه والله العظيم حصرونا، بس حصرونا حب، مش حصرونا قالوا لنا ما تتحركوش، دول وسعوا لنا السكه ومشوا لنا العيال الصغيره اللي كانت عايزه تصور معانا وكانوا عايزين مش عارفه يكسروا ايه عشان يعدونا، كانوا لطاف جدا، بس هما كانوا كتير قوي 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 في شارع ضيق قوي، حب مش عداوه. هيعدوني ليه؟ بالعكس، فضلوا يقولوا منوره يا استاذه، منوره بلدك، مكانك، اتفضلي، وكل واحد يتخانق عشان ياخدني بيته. ما تطلعوش شكل الناس وحش، لان الناس في الاخر حتى لو بسيطه
بس راقية جدا. الحمد لله انا عمري ما نزلت حته وما لقيتش ترحاب، الف حمد وشكر. واللي قاعد في المواقع وفي الاستوديوهات، انت لو نزلت اصل ما حدش هيعرفك، فش كام متضايق. نعمل ايه بقى مع حب الناس ده؟ اصل مش هنشتريه يعني، ده فضل من ربنا. ندخل بقى في موضوعنا، وهو موضوع اكل العيش. فكره ان انا ابقى عايزه اكل عيش فما لاقيش اكل عيش، اسرع طريق واسهل طريق هو الحرام، اروح بسرعه جدا جدا للحرام. السرقه والسرقه بابتكار. يعني القضيه اللي هنشوفها دي فكرتني بفيلم احمد مظهر، وكان معاه مين؟ والفنان عادل امام والراحله الجميله مريم منيب. عارفين اللي فتحوا دقوا في الشقه عشان يوصلوا للجواهرجي، وعايزه اعيش اوانطه ومش عارفه ايه الحاجات دي. هم عملوا كده، راحوا محل حفروا فيه في الحيطه عشان يدخلوا على مكتب البريد يسرقوه. لصوص لكن ظرفاء. اللصوص اللي معانا هنا بقى ما كانوش ظرفاء، هما سجناء دلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض. تبتدي مهمتك انت يا ملك الخزن، افتح حالك ولا علب السردين. قلت لك يا اخي استنى ده. انتوا فعلا جبتوا الفكره دي من فيلم؟ من الفيلم بتاع احمد مظهر ده؟ ولا دي كانت فكرتكم انتوا؟ انتوا رحتوا وفتحتوا الحيطه ودخلتوا خدتوا الفك اول يوم، ما عرفتوش تفتحوا الخزنه، تاني يوم رحتوا رايحين عشان تلموا الفلوس. ده حقيقي ولا؟ ايوه. طب جبت الفكره منين؟ مسجل؟ مراقب. بس كنت طالع ماشي عادي. مسجل ايه بقى؟ كان سرق بالاكرا زمان، بس طالع ماشي بقى 3 سنين عادل يعني، الحمد لله ماشي. وايه اللي حصل بقى بعد 3 سنين عادل؟ مفيش يعني. بس انك تطلع 3 سنين عادل ده صعب يعني، برافو عليك. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش، مشينا يعني. اشتغلت ايه في 3 سنين؟ طيب شغال سواق على توك توك. توك توك بيكسب ولا ايه؟ كويس الحمد لله. وايه اللي حصل بقى؟ مين شرع عليك بأمانة؟ ولازم يكون حد جه شرع عليك. هي جت بالصدفة يعني، جت بالصدفة لأن هي في المنطقة عندنا، فاحنا شفناها بالصدفة. شفت مكتب البريد بالصدفة؟ طب والمحل اللي جنبه ده دخلتوه ازاي؟ بتاع مين؟ بتاعه؟ بتاع مين؟ مش عارفين الصراحة. ما دخلتوا المحل ازاي؟ مهجور أصلا. ما فيش حد فيه يعني؟ ودخلت وكسرت وكده وما يعني محدش حس بيكو خالص؟ طب الدق محدش حس بالحس، حس ساعة ما اتمسكنا، انما قبل كده ما حسش. بتضحك ليه؟
يعني 5 أيام ما حدش حاسس بحاجة. الساعة نصيب بقى بعد ما دخلنا 5 أيام ما حدش، 5 أيام بتدقوا في الحيطة. اللحظة بقى الايه اللي حاسوا فيها اللي ايه؟ انتوا كنتوا داخلين فيها الخزنة؟ انت مش عارفة كان الخزنة فيها فلوس كتير. احنا قلنا احنا ونصبنا يعني. طب انت لما جات لك الفكرة ما خفتش ان حد يحس بيكم؟ كنت متخيل ان مفيش حد خالص، مفيش عمارة فوق المحلات، مفيش حاجة خالص؟ انت مسجل برضه؟ ايه مسجل؟ سرقة. سجنت قبل كده؟ قد ايه؟ اتحبسنا 16 سنة. 16 سنة؟ اتحبست 16 سنة؟ وطلعت تسرق؟ الظروف بقى لقينا كله دايس علينا، محدش بيساعدنا، كله دايس. احكيلي دايس عليكوا ازاي؟ طلعنا اشتغلنا على تكاتك، اخويا الكبير ما ساعدنيش. انت بتشتغل على توك توك بتكسب كويس؟ ايوه، اديته 3000 جنيه ونص من حق التوك توك، اول توك توك لقيته خده عشان قصرت، كنت عامل غياب مراقبه واتحبست اسبوع، فقصرت من حق التوك توك، فراح واخد مني التوك توك. اخوك؟ اخوك ابن امك وابوك يعني؟ التوك توك كان بكام؟ التوك توك كنت واخده منه ب12000. بعد ما التوك توك اتسحب ما عرفتش تعمل ايه فقلت اسرق؟ 16 سنه يعني غريبه جدا اللي بيدخل السجن ويطلع يسرق تاني. السجن ما بيفرقش ولا ايه؟ ليه السجن، ليه الواحد بيدخل السجن ويطلع يعمل تاني نفس الحاجه؟ يقول لك تاديب واصلاح، ولا بشوفه تاديب ولا اصلاح، واصلاح وكل حاجه. انا بقول لك الدليل على كده، خرجنا 3 سنين ماشيين بمرضي الله. ايه بقى اللي حصل؟ الحمد لله بنصلي وكل حاجه، بس هو يعني زي ما بقول لك حد بيدوس عليك. احنا لجأنا ان حد يعمل لنا، مفيش حد. رحنا نعمل كشك، ما حدش وافق على كشك. انا كنت ماضي من المحافظ، يعني احنا لو لقينا كشك هنعيش. يعني انت عايز تقول انا اتسجنت 16 سنه وطلعت 3 سنين عادل، الناس المجتمع اللي اجبرني ان انا ارجع اسرق تاني. اقرب الناس لينا كمان، اقرب الناس لينا، ما حدش ساعدنا خالص. كشك نفتحه ناكل منه عيش، ما لقيناش حد يساعدنا. طبعا انت عشان تشتغل في حته تانية لازم تجيب فيش وتشبيه، فيطلع انك مسجون، فمحدش هيشغلك، وبالذات سرقه. فكان اللي قدامنا هو التوك توك مثلا نشتغل عليه، فكنا يا دوب بنطلع اكلنا وطيومنا سجايرنا كده يعني، لحد ما حصل اللي حصل. بس انت ولا خدت فلوس، ما هو ده برضه يعلمك انك ولا خدت فلوس ولا هتتسجن برضه. الحمد لله لكل حاجه. بس انا معاكوا ان لما الواحد يطلع ويتوب لازم الدوله توفر له السجن، وهو بيطلعك كده يوفر لكم شغل. ده بجد حضرتك لو لقينا حد حتى يعمل لنا كشك وياخد من حق الكشك مثلا، نديله زي قسط كده مثلا واحده واحده، كنا بس عشنا وارتاحنا. او اي شغلانه، او اي شغلانه تكون كويسه، مش لازم الاف جنيهات سياسه، اي حاجه بس تبقى كويسه يعني، نعرف نكسب منها مثلا قوت يومنا يعني، ما نبقاش محتاج لحد. متهيألي خلاص ده الدرس الاخير بقى صح؟ الحمد لله على كل حال، والله ربنا يرضاه هو اللي يكون. خلاص يعني ان شاء الله لو طلعت تاني خلاص. لا خلاص توبه بقى خلاص. مفيش حد بياخد اكتر من رزقه. يعني ورزقك متقسم قليل قوي، مش هيجي بالسرقه برضه. وانا لسه عايش وانت يعني هي حاجة كوميدية، وفي نفس الوقت يعني فكرة ان يبقى في فيلم مشهور جدا اتعمل فيه ده، هل ممكن يكون الفكرة جات لهم من الفيلم ده
ولا ومنين ضمنوا ان هما لما يحفروا محدش هيحس بيهم، ولما وسط الخبط وسط وهل الحيطة هتبقى سهلة كده من غير حديد، واستعملوا ايه في الحفر، وعرفتوا ازاي ان هما بيعملوا كده؟ هي بداية الواقع ان في واحد راح نقطة الكابلات عندنا، النقطة دي طبعا الاسم عندنا في منطقة الكابلات، قال ان في انا سامع وانا معدي من عند المكتب البريد، سمعت صوت جوه في المكتب. الكلام ده كان بالليل حوالي الساعة 2 بالليل. انتقلنا لمكان المكتب البريد، لما وصلنا طبعا اتأكدنا من سلامة الابواب والشبابيك كلها سليمة، حسينا ان مفيش حد جوه اصلا. بدأنا نشوف مداخل ومخارج المكتب، لقيناها كلها سليمة ومفيش فتح في اي مكان. في ظهر مكتب البريد في سوق اسمه سوق الكابلات، السوق ده معمول على نظام محلات كده، كل محل ليه باب لوحده. الباب اللي هو في ظهر مكتب البريد على طول، الباب ده ما يعني المحل ده مهجور. فتحنا الباب، لما فتحنا لقينا في طوب واقع في الارض. بدأنا نشوف المكان، لقينا الطوب مفتوح في ظهر مكتب البريد وفي درج. لما زقنا الدرج لقينا في نور جوه، سمعنا صوت برضو ان هم شغالين. حاولنا ان احنا نطلعهم، طبعا هم رفضوا الخروج، لان هو واحد منهم كان معاه اللي هو محمد حسن اللي هو شهرته ابو الذهب، كان معاه طبنجه اللي هي الولاعه. يعني انتوا بالصدفه الشديده رحتوا تشوفوا المحل ده لقيتوهم بي؟ لا هي مش صدفه، احنا نزلنا انتقلنا على البلاغ. نزلتوا على مرتين؟ لا على البلاغ اللي جانا من النقطه. بس لما وصلنا ما لقيناش اي حاجه في المكتب خالص، البيبان سليمه والشبابيك سليمه، ما فيهوش اي حاجه. لما بدأنا نفحص بقى المكان ونشوف يعني ما انا قصدي اقول لقيتوا الشبابيك سليمة ومكتب البريد فاضي صح؟ مفيش حاجة، ده الكلام ده كان الساعة 2 بالليل. مفيش حاجة؟ لا لا خالص. لقيتوهم فين ومرضيوش يخرجوا منين؟ كانوا جوه في قلب المكتب، احنا مطلعينهم من الفتحة اللي فاتحينها. طبعا احنا عبال ما استدعينا المسؤول عن مكتب البريد جانا بعديها بساعة او ساعة ونص، كنا احنا خرجناهم. ولما بدأنا نخرجهم اعترف محمد حسن ده اللي هم بقالهم اكتر من 3 ايام بيفتحوا في المكتب من الفتحه دي، ولما دخلوا اول يوم سرقوا حوالي 2700 جنيه فضه، خدناه ورحنا سكنه في منطقه الكابلات برضو قريب من المكتب. ما كانش في بلاغ ان اتسرق 2700 جنيه فضه؟ ما هو هم استغلوا خميس جمعه سبت. ما كانش لسه اكتشفوا الناس. يعني لو كانوا هيفتحوا لحد الصبح، احنا ماسكينهم السبت بالليل، كانوا هيفتحوا السبت يعني لحد الصبح هيلاقوا المكتب مسروق. هم رجعوا تاني، هم فتحوا اول يوم سرقوا 2700 جنيه فضة، لما حاولوا يفتحوا الخزنة ما عرفوش، رجعوا تاني يوم جابوا دقاق وشنيور، واحنا داخلين عليهم ومعاهم الدقاق بيفتحوا في الخزنة فعلا. بس لما بعد كده احنا اكتشفنا طبعا دول 2 مراقبين عندنا في القسم هربانين من المراقبة. جالكم منين فكرة ان هم ممكن يكونوا راحوا محل وفتحوا الناحية التانية؟ يعني اكتشفتوا ازاي الحكاية؟ احنا لما وقفنا قدام المكتب برضه حسينا ان في حد جوه، فكان لازم نفحص، كانش ينفع نمشي ونسيب المكان. لا وبعد كده اكتشفنا طبعا ان هم جوه وفتحوا وفاتحين من ظهر المكتب. ولما طلعناهم طبعا قالوا ان عاطف هو صاحب الفكره، ان هو راح قبليها بيومين المكتب البريد، شاف مداخل ومخارج المكتب، بص على الظهر المكتب من ورا، لقى المحل اللي هو في السوق ده مهجور، ففكروا ان هم يفتحوا الفتحه دي ويدخلوا فيه. الطريق الحرام اخرته وحشه، اخرته وحشه. يعني دي رساله بس لاي حد ماشي في الطريق مش لطيف، لانه والله العظيم اخرته وحشه. ويمكن اللقاء اللي جاي هنشوف الناس قد ايه ندمانه انها مشيت في الطريق ده، استسهلوه. لكن هو والله طريق صعب، مش طريق صعب انك توصل للفلوس، لكن طريق صعب ان في الاخر حياتك هتضيع. وبالعكس انت لو شفت فرصة قدامك ان انت تروح للحرام ورحت للحلال، انا متأكدة ان ربنا هيكرمك، متأكدة. هو بس جهاد مع النفس. تعالوا نشوف مع بعض. ما
مين اللي اتفق معك على القصه دي؟ هو جه اتفق مع محمد عبد السواق على نقله هيشيلها سيادتك وانا اتبع العربيه معاه. فطلعت معاه طلعت مع عمال اديك 500 جنيه. في تبع بياخد 500 جنيه؟ ما انا شكيت في الاول يا باشا في المشوار دوت. قلت دي مش نقله كده. دي سرقه. انا بتكلم مع سيادتك دغري لان انا راجع عندي السكر ومريض مش قادر يعني. والكذب ملوش رجلين. ما انا بقول لسيادتك انا شايل ثلاث بيوت. بيت ابويا وبيت اخويا وبيتي. اخويا الكبير متوفي وسايب لي بيت وبيت ابويا متوفي برضه وبيتي. تمام. ثلاث بيوت شايل معاه بنتين كبار على رايس. الدنيا ضاقت عليك فوافق. مفيش يا باشا. الدنيا ضاقت عليك ومفيش فلوس. مفيش يا باشا. ووعدوك ب 500 جنيه. 500 جنيه يا باشا. زغللوا عينيك. انا بقول لسيادتك معاه بنتين على رايس. هل 500 جنيه يستاهلوا ان انت تضحي بنفسك؟ ما يستاهلوش يا باشا. انا اللي شفته يعني مش قادر انطق يعني مش قادر اتكلم خالص. انا تكفي بنتي ما شافتني النهارده بالمنظر اللي انا فيه ده. ندمان يا علي؟ انا عايز اموت نفسي. مين اللي اتفق معاك؟ اللي اتفق معانا عمرو اللي هو ده اللي جه دوت اللي هو سعادتك اللي جه خدنا من هناك بعربيه ملاكي. تمام. خدكم بعربيه ملاكي؟ اه اللي سابنا وجري ده سعادتك. سابكم وجري؟ اه. اتفق معاكم ان انتوا هتسرقوا المخزن؟ لا ما قالناش سرقه سعادتك. ما قالكوش؟ لا ما قالناش سرقه سعادتك قبل ما تتحرك من هناك. طلعتوا معاه كم مره؟ هي مره واحده سعادتك. هي اول مره دي. ارجو ان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. ان شاء الله مش هيتكرر تاني. مش هتكرر تاني والله. اللقمة الحرام ما بتنفعش. لا يا باشا والله. اللقمة الحلال ربنا بيبارك فيها. طبعا يا باشا. خلاص يا خالد. خلاص يا باشا. حاول تبقى انسان كويس. ماشي يا باشا. وتشوف شغلانة كويسة. ماشي يا باشا. وتمشي بما يرضي الله عشان ربنا يبارك. لا يا باشا بنقعد في الشمس والمصحف يا باشا على اساس. ماشي يا باشا. انت منين يا كرباوي؟ اسوان يا باشا. من اسوان. بتعمل ايه في العاشر من رمضان؟ باجي بشتغل يا باشا بلقط لقمة عيش في اي مكان في البلد. في اي مكان. تعرف الجماعه اللي معاك دول من امتى؟ اول مره اعرفهم في الشغلانه دي يا باشا. برضه. والله مره اعرفهم في الشغلانه دي يا باشا. بتنكر انت من ساعه ما انضبطت وانت بتنكر كل حاجه يا كرباوي. يا باشا مش انكر حاجه والله مش هنفع ولا ينفع انكر حاجه وفي وضع وفي وقت زي اللي احنا فيه ده مش ينفع انكر حاجه ده احنا بالعكس اللي نقوله الصح ده من صالحنا احنا. ايه علاقتك بوليد؟ ولا لي اي علاقه بيه. اسم وليد ده سمعته هنا يا باشا. والله. والله اسم وليد. علاقتك بعمر؟ الأستاذ عمر ده شفته هناك برضو وعرفني عليه عم ياسر وأستاذ محمد. أستاذ هو فعلا أستاذ. والأستاذ قطب علاقتك بيه إيه؟ والله برضو ما شفته قبل كده يا باشا ولا أعرفه قبل كده. والله. بس المعلومات اللي عندنا بتقول إنك كذاب. ليه؟ إنك عضو في العصابة بتاعتهم وبتشترك معهم في وقائع كتير جدا. لا يا باشا ما حصلش والله انا ما اعرفهمش قبل كده ده انا بنزل في العاشر مره. شكرا يا قرباوي. بتشتغل ايه يا احمد؟ بشغل بنا مباد محاره بشغل عامل سيادتك. انت منين؟ انا من شبرا يا باشا. من شبرا. تعرف السيد قطب منين؟ ما اعرفوش يا باشا. السيد انا اول مره اشوف اللي انت ساعه ما انت الصوره وريتني صوره حضرتك. والله عمرو علاقتك بيه؟ عمرو اللي هو خدنا من السوق سيادتك. خدكم السوق؟ السوق ده فين؟ انت ما تعرفش مكان السوق اللي اتخدت منه فين؟ في حته اسمها الموزه سيادتك. فين الموزه دي؟ عن بعض الخصوص كده. لا والله. لا يا باشا. طلعت معاهم كم مره قبل كده؟ هي دي اول مره سيادتك. دي اول مره تطلع معاها. عارف انها سرقه ولا ما انتش عارف؟ والله ما اعرف يا باشا. شكرا يا احمد. تسوق؟ اه يا باشا. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعت محمود اللي هو علي محمود. مين علي محمود ده؟ اللي هو انا شغال معاه، شغال عليها يعني في المواقف. فين؟ في الجيزه. في الجيزه؟ اه. طيب ايه رايك ان احنا كشفنا على العربيه ولقيناها بتاعت السيد قطب؟ هو انت يعني رخصه العربيه دي مش موجوده؟ اه. نمر العربيه دي مش لهاش بيانات في المرور وملف في المرور؟ اه. البيانات اللي في المرور سلمى السيد قطب بولايه والدها. ماشي. ما هو يعني ملك السيد قطب. العقدات يا باشا تحت كلها كانت في العربيه. انا سؤالي واضح وصريح. ماشي. اداره المرور مرور القطاميه بتقول ان العربيه دي باسم سلمى السيد قطب بولايه والدها. تبقى العربيه بتاعت مين؟
بس يا باشا لما ركبنا العربيه ديت اللي هو محمود علي محمود في الموقف وطلعت مع اللي هو عمرو ده. ايه اللي جابك العاشر؟ طلعت عمرو ده اللي جالي الموقف ده، طلعت قدام من الموقف واتفق معايا في الموقف. اتفق معاك على ايه؟ اتفق انه هيحمل كراتين من هنا من العاشر مواد غذائيه هيجيبها بسوس. والله؟ اه والله. حملت معاك كم مره قبل كده؟ ما حملتش ولا مره. برضه اول مره. تعرف عمرو ده منين؟ ما اعرفوش، ده جالنا بعربيه في الموقف. جالكم بعربيه في اتفق الموقف؟ معنا. اتفق معانا. اتفق معاكم. اه. الناس دي كلها معاك في الموقف؟ دول في السوق. دول اللي في هو السوق. عم ياسر ده اللي معايا في السوق شغال عربيه. اتحبست كم مره قبل كده؟ اتحبستش يا باشا الا في الشيك، اللي هو الشيك. شيك ايه؟ شيك بتاع كنت واخد حاجات وما سددتش. ماشي يا عم. شكرا. شكرا. سبب وجودكم هنا رئيس العصابه بره لسه، هنجيبه ان شاء الله، ربنا هيوفقنا وهنجيبه. ربنا يقويك يا باشا. انتوا الخمسه موجودين عندنا اهو، وهو هرب بس هيجي ان شاء الله. ربنا يقويك يا باشا. انت تعرفه قبل كده يا علي؟ قبل الموضوع؟ والله العظيم اول مره. انا سمعت سيادتك، انا والله اول مره. والله اول مره. ماشي يا علي، انا بحيي فيك ان انت ضميرك صحي والله، وان انت ندمت. كل بالحلال. انا بقول لسيادتك هبقى لب قدام الباب ومش اتنين من جنب عيالي تاني. تمام يا علي، تمام. يا خالد، تعرف السيد قطب من امتى؟ ما اعرفوش والله سعادتك. ما تعرفوش يا قرباوي؟ والله يا باشا سعادتك اول مره اشوف السيد قطب ده في صوره حضرتك لما وريتها لي. يا احمد، ما اعرفوش والله، ما تعرفوهوش. بس انا باكد لكم ان ربنا هيكرمنا وهنجيب بمشيئه ربنا هنجيب. ماشي يا خالد. وان كنتوا فاكرين ان هو وجوده بره وان انكاركم هينفعوا تبقوا غلطانين. لا والله يا باشا، لا والله يا باشا. ايه اللي حصل لما وصلتوا بالعربيه للمكان؟ وصلنا بالعربيه للمكان لقينا الحاجه من جنب البيت. حاجتين اللي جنب البيت. ايه حاجتين دي اللي جنب البيت؟ اللي حملناها دي فوق العربيه. ازاي؟ امال الشباك اللي مكسور ده مين اللي كسره؟ والله العظيم يا باشا ما كسرنا حاجه ولا شفنا الشباك ده وهو مكسور. والله يا باشا ابدا. امال مين اللي طلع لكم الحاجه دي؟ ايه، احنا لقينا الحاجه جنب البيت سعادتك وحملناها. ايوه محطوطه كده لله وللوطن. ما احنا هو مين اللي حاططها؟ هو اللي حاططها، هو اللي جه جابنا وقال لنا الحاجه جنب البيت وقال لك البيت ده بتاعي. عمرو ده برضه؟ اه قال لك البيت ده بتاعي. ومخزن المصنع اللي تحت ده انتوا لقيتوا الحاجه مرصوصه جنبه؟ لا احنا جنب البيت، احنا نايم جنب البيت. ايوه هو تحت المخزن. انا ما اعرفش اللي فيه مخزن بقى سعادتك، انا ما دخلتش جوه. يا عم علي، مين اللي كسر الشباك؟ والله ما اعرف، والله سيادتك ما اعرف. والله ما اعرف. البضاعه لقيتوها فين؟ بره جنب السور دوق على طول. والاقي الحاجه ديك وهنوديها للمحل اللي بالسوبر ماركت في بسوس. بسوس؟ اه. هو من بسوس؟ ما اعرفش، هو جابنا جه خدنا وقال سيادتك هنجيب الحاجات دي من العاشر المخزن بتاعه والمحل السوبر ماركت بتاعه في بسوس. والله وحياه ما بقول يا رب شيل عني. هو ده اللي حصل. السلاح بتاع مين؟ والله ما اعرف السلاح ده خالص. خلاص شكرا يا علي، شكرا. ماشي، الطريق السريع والشارع العمومي، بلاش تدخل في حتت جوه بالليل عشان ضلمه وعشان ممكن اي حد يطلع لك من اي حد. فنخلي احنا بالنا، الوقايه خير من العلاج. نروح نشوف مع بعض. سوابق صح؟ ما مش مجرمين يعني. طب مال ايه؟ فندم يا سعد شيطان، اللي حصل ده يعني
عشان كده انا ابتديت الكلام بان انا بقول لك انت مش مجرم، عشان لما الواحد يبقى مش سوابق يعني ما ينفعش اهاجمك كواحد مجرم. عشان كده عايزك تحكي لي وزة شيطان مين جه قال لك ايه، يعني انت مش بتعمل كده اصلا. انا شغال بتاع فراشه اساسا. فراشه؟ وبعدين وايه اللي حصل؟ انا كنت في جاي من شغلي حضرتك، فلقيت وائل جاي واقف بالسلاح تعالى معايا، فراح شهادتنا ووقفنا معاه اللي انا عمل كده واشتغل معاه. تعمل ايه بقى؟ توقف الناس تسرقهم بالاكراه يعني؟ اه سرقه بالاكراه. وليه؟ طب وانت وافقت ليه؟ فندم كان ضغط عليا، ضربني بالتبشك بتاع السلاح على رقبتي. ده وائل ده؟ ضربك قالك هتيجي معايا غصب عنك يعني؟ اه فقال لي لازم تيجي دلوقتي حالا. ولا انت كنت محتاج الفلوس؟ الفراشه مش جايبه همها قوي. لا الفراشه الحمد لله، لله الحمد، يعني ممكن 300 400 جنيه في اليوم. طب وانت تعرف وائل منين؟ من جاري في البلد. جارك في بس يعني؟ اه. طب ولما كنتوا بتثبتوا الناس وتاخدوا منهم الحاجه يعني عملتوا كده مع كم واحد؟ انا عملت مع اللي هي 3 مأمورية بس. ايه بقى احكي لي المأمورية دي بتمشي ازاي؟ المأمورية كانت كنا نيجي على العربية وهي واقفة كده في الطريق، نبقى راكبين المكان نروح محضرين على العربية فيها يروحوا واقفين يخافوا من البندقيات النار. اه يعني بتحط السلاح في وشهم يعني؟ اه يروحوا موقفين، يروحوا واقفين قدامنا، يروحوا نازلين. طب مواطن وملكش دعوة بأي حاجة، يدوكوا يعني اللي في جيبهم ولا يعملوا ايه؟ خد اللي انت عاوزه بس ما تموتنيش. طبعا هيقول لك كده. انت اسمك ايه؟ جمعة محمد. جمعة بصراحة كده ما حدش كان بيصعب عليك خالص؟ انا بصراحة انا صعب عليا ناس كتير، عشان لا برضك ناس بتسافر برا وتغرب برا، عشان كده يا فندم انا بتعزل. يعني لما واحد يتذللك ويقول لك ما تموتنيش بس خد كل اللي معايا وبتاع، بتكسر الراجل اللي قدامك برضه. لا والله انا ما كنتش بكسر، اللي كان بيكسر الناس اللي كانت معايا كانوا بتضرب بالنار على طول في المليان. وانت كان لازمتك ايه؟ انا كانوا بيلبسون نظارة الشمس. بتعمل ايه؟ اقف في دار العربية في بوكس جاي في اي حاجة. اه نضرجي يعني. طب وضربوا نار على حد قبل كده؟ ضربوا نار. موتوا حد يعني؟ لا هو موت واحد. موت واحد قبل كده؟ ليه؟ عشان اجرف معهم في اللي هو ما نزلش من العربيه وكده. موتوا ضربوه في في يعني في جسمه فين؟ في جسمه في طلقه داخله من ظهره منار. موتوا ضربوه عشان مش عايز يديهم ايه، العربيه ولا الايه؟ العربيه كان معاه عياله. معاه عياله؟ كان معاه عياله قد ايه؟ واحده يخش لها في 10 سنين، الثانيه اكبر شويه. ولما مات الراجل قدامهم وبعد ما موتوه عملوا ايه؟ سايبينهم مشي. سابوه بالعربيه؟ سابوه بالعربيه ومشي. وموتوه ليه؟ ما هم مش هياخدوا العربيه. مركز الخنكه اللي جه خده. مركز ايه اللي جه خده؟ مركز الخنكه. لا مش فاهمه، يعني دلوقتي هو واحد زرجم ما ادكوش العربيه فنزل راح ضربه طلقه في ظهره. ما ادهمش العربيه، راح سايبينه وراحوا ماشيين. لما جه واحد شاف العربيه والراجل ميت والعيله عاملين عياطه وعمالين يشيلوا تراب من الارض، راح مركز الخنكة اللي جاي واخد العربيه واخد العيال. لا لكن لما ضربوه بالنار ما خدوش العربيه ليه؟ ما خدوش العربيه عشان كده فيها دم يا فندم. عشان فيها دم؟ طب وضربوه بالنار ليه اصلا؟ كانوا جايين ياخدوا العربيه على اساس اللي هو هينزل ويقول لهم خدوا اللي انتوا عايزينه بس ايه. لا قصدي بدل الغرض ان هم ما خدوش العربيه في الاخر، موتوه ليه بقى؟ ما عشان ينفدوا بجلدهم يا فندم. طب ما يمشوا من غير ما يموتوه ولا ياخدوا العربيه، يعمل لهم ايه يعني؟ هو بقى الراجل اللي ضرب بالنار راح واخد بعضه وراح ماشي سايبهم وماشي. ده وائل اللي ضربه بالنار؟ اه. وائل طب ما انت ما خدتش عربيه بتموته ليه؟ حضرتك والله انا ما عملتش اي حاجه من دي. لا ما هو ما عملتش حاجه، دي متاخره قوي خلاص يعني، دي كانت في الاول الكلام ده يعني. انا شايفه بالعكس انك تبرر موقفك او تقول انا عملت كذا عشان كذا احسن كتير قوي مما تقول ما عملتش. عندي ابو في افراح. عندك ايه؟ شغال في الافراح برضو ومعايا تروسيكل وباكل على عيش. لو حضرتك ان انا عايز اعمل حاجه زي كده. لا هقول لك حاجه، ما صاحبك ده كذاب بيتبلى عليك، في رؤساء مباحث وفي تحريات وفي حاجات وفي تاني اللي جابك يعني. انا بقول حضرتك اللي هو بيقوله دوت، حضرتك انا ما عملتش حاجه منه. وعبدوا عليك ليه؟ عبدوا عليك ليه؟ قبضوا عليك فين؟ نصيب حضرتك. قبضوا عليك فين انت؟
في دخلة البلد حضرتك. عند الكمين؟ لا في دخلة البلد عندنا في سنديوم. ليه؟ كنا جايين حضرتك من مكان اهو وكنا قاعدين ونحت. ضربتوا نار على الكمين؟ ايه؟ ضربتوا نار على الكمين؟ حضرتك انا ما كانش معايا بندقيه، متابعين في التحقيق ان انا ما كانش معايا بندقيه. امال مين اللي ضرب نار على الكمين؟ واحد كان معايا وجري. واحد كان معاك ايه؟ وجري. ضربتوا نار على الكمين ليه؟ حضرتك انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه. انا مش لاقي كلام اقوله. انت مش لاقي كلام تقول؟ مش لاقي بتبر يعني؟ انت عملت كده خلاص؟ مش لاقي كلام اقوله حضرتك. انت الوحيد اللي مسجل فيهم؟ حضرتك انا مش مسجل اول مره. لا بيقولوا مسجل. مش مسجل ولا مش مسجل؟ مش مسجل. اول مره. اول مره. طب دي نقص في الفلوس. طيب حضرتك انا طول حياتنا قسط. احنا بني ادمين بالقسط. يعني ايه؟ شغالين بكل حاجه ناقصت. هدومك قصدك؟ حاجتك كل حاجه عندي. انا متجوز وعندي عيلين، معايا بدر ومعايا عادل. طب هقول لك حاجه بصراحه كده، بصراحه انت عندك عيلين، وانا عارفه ان الواحد لما بيحس بعجز قدام ان هو يصرف على عياله ممكن الشيطان يوزه انه يعمل كذا او كذا، او ممكن الحاجه تخليه ان هو تضطر انه يعمل كده. بس زي ما هو بيقول كده، لو لقيت واحد معاه عياله ما تفتكرش عيالك اللي في البيت؟ طيب يا عيال فندم. ايوه لما تشوف واحد معاه عيال. هو ده الشيطان. هو ده الشيطان جمعه. هو ده الشيطان، ما اقدرش اقول اكتر من كده. هو اللي خدتنا في الموقف دوت عشان انا مش وشك. هو ولا انت ولا مش مشكله. انت لما لقيت عيالين مع الراجل في العربيه ما افتكرتش عيالك خالص؟ ده فيلم من اخراجه. انا ما شفتش حد. يعني انا هيجي لي قلب ابني قدام منه؟ انا بشوف اشوف. هو اصل هو ولا هتزوده ولا هتنقصه انه يقول كده. انا مش عارف بقى يا فندم بصراحه، مش عارف. اصل رئيس مباحث دلوقتي هيقعد يتكلم عن كل واحد، فمش عايزاك تبان كذاب. انا مش، انا بقول. طب دخلت الطريق ده ليه؟ مين اللي دخلك فيه؟ انت لوحدك؟ ايه؟ انت لوحدك؟ اللي هو اللي وزن فيلم كلام مش عارف تقول. وانت بقى مين اللي جابك؟ اللي جابنا حضرتك جمعة. جمعة اللي جابك؟ جمعة كان شغال معايا في شركة نمت سنة ونص، فوجئت وانا شغال على الموقف وهم خدوني. انا ما اعرفش. ايوه لا انت كنت بتطلع معاهم الحاجات دي؟ انا ما اعرفش اي حاجه حضرتك. انت ما كنتش معاهم على المكنه لما قبضوا عليكم؟ لا حضرتك. ما انت جابوك ليه؟ جابوني من الموقف. انا ما اعرفش. ايوه عشان ايه؟ ما انا لو سبت رئيس المباحث يتكلم هيقول جمعه حضرتك انه قال عليك انت يعني انك كنت معاهم. هو كان بيطلع معاكم؟ هو كان جاب التوك توك ساعة ما ضربنا الكمين ساعتك. كان معاكوا في الحكاية دي؟ هو بيشتغل ايه؟ هو شغال سواء على الموقف. ما بيخنبلش سواء في الموقف، بيركب توك توك ربنا بيرزقه بالتلاتين اربعين جنيه. بيصفف فلوسه مع الراجل ده 20 ده 15 له. ما بيفضلوش فلوس يعني؟ زي ما ربنا بيديله بس. فهو ساعتك كان معاه في الشركة، هي قعدت فيها سنة، قعدت فيها يومين، سلمت ورقي ورحت سايبها ومشي. كنتوا بتطلعوا مواضيع السرقة دي فين بالظبط؟ أي مناطق؟ هي في تل اليهودية في أول البلد عندنا. عشوائي كده ولا بتقطروا حد؟ لا احنا بنطلع زي ما ربنا بقى بلاش ربنا في ربنا مش هيرزقكم بانكم تروحوا تموتوا حد. مش على ان انا موت حد، ان ايه تشوفوا حد كده واقف فتسرق. لازم تيجي بقى ملاكه بي ام. لازم تبقى واقفه ولا انتوا توقفوها؟ واقفه دي ما نقدرش نيجي جنبها. طب بقول لك ايه، لو جيتوا انتوا توقفوا عربيه والعربيه ما وقفتش وراحت دايسه الموتوسيكل ينفع يحصل كده؟ جايين على قدام مكانتين بيجوا قدام على طول بالبنات. انتوا مكانتين.
بقى يا مصطفى ايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك ان احنا كنا في خدمه كمان كفر حمزه شبيل قناطر، كان معايا متعين معايا المولد. تأمين شرطه ولا انت؟ اه تأمين شرطه. تأمين طبعا. انت لا انا غفير نظامي وعدلت سواق منتدى بينا في المركز، وكنا في خدمه كمان كفر حمزه وكان معايا الملازم اول محمد محمود. ففوجئنا عند فتحة صندوق احنا واقفين في الكمين وبنفتش في العربيات، لقينا توك توك قطع الطريق عكس وداخل، محمد بيه محمود بيشاور له انه يقف، ما وقفش، فجأة لقينا راح ضرب نار على الارض. خدت بال حضرتك؟ حركة غبية دي. هو انتوا ضربتوا نار يعني؟ انتوا لما جه يوقفكوا ضربتوا نار ليه؟ ما مشيتوش ليه؟ ما مشيناش، كان هو اللي معاه البندقية. راح ضرب نار من تحت، سكت الكمين، وبعد كده راح جاي مال الضرب. ليه ما عداش وخلاص؟ ليه ضربناه؟ بقول لي عشان هيمسك السلاح معايا يمكن؟ لا، عشان يفضي الطريق عشان نشتغل، يعني مقدم الشرطه. مقدم الشرطه؟ يعني هو لما وائل يضرب طلقه في الارض الشرطه هتجري؟ عايز يموت الكمين اللي في قلب الكمين، يموته. يموت اللي في قلب الكمين كمان؟ كان عايز الصف كله. جبار يا وائل. بس انا برجع عم محمود اللي ربنا طول في عمره ويسترها معاه، انا لو كنت مقصر ومقصر فعلا في حق عم محمود، تشبشبه اللي هو في رجله ويديني بيه. مين عم محمود؟ الامين محمود. ليه؟ ايه اللي مش فاهمه قلت ايه؟ قصرت واحنا اللي دمرناه. قصرت في حقه في ايه؟ احنا اللي عملنا في كده. انا مش فاهمه، انت فاهم هو بيقول ايه؟ انا فاهم ان هو بيستندم على اللي هو عمله، بس هو كان هيقتل. والامين محمود؟ لا هو الامين محمود اتوفى. امال ايه؟ اتصاب لنا في الحادثه دي. امال ايه؟ امال مين؟ مصطفى. اه انت قصدك مصطفى، بس هو مش عارف الاسم. طب حضرتك هو بيستندم على اللي هو عمله، بس ايه اللي عمله بقى؟ احكي لي عملوا فيك ايه. هو ضرب نار وكان هيموت ناس بريئه من الذنب من المواطنين اللي كانوا واقفين في الكمين، وكان هيموت افراد الشرطه اللي بتحمي الناس دي. تبقى لحضرتك هو اللي عمله ده أثر فيها كتير، أثر إنه أصابني في دراعي وبوظ معدتي كلها. ده إيه؟ خدت طلقة يعني؟ آه. طلقة في دراعك وفين؟ طلقة في دراعي هنا، دي كانت قطعة دراعي كده وجت من دراعي راحت داخلة في جنبي، عملت عندي بقى تهتك في الكبد وفي الإثنى عشر وتقطع تلات أجزاء في المعدة. ده اللي وائل ده؟ آه الوائل اللي ضرب نار. تبقى لحضرتك بس أنا بالزعلان ده كله، هي جت كده راحت داخله في جنبي عملت ده كله بقى. تبقى لك وانا احمد ربنا هما كانوا عاوزين يقضوا علينا. انا مش قادر اقف بصراحه. تبقى لحضرتك فهم ما احنا فوقنا بومب كمين كده والظابط بيوقفهم، مش في دماغه بقى ان الظابط واقف في نص الطريق ولا اي حاجه، رغم انه شاف طبنجته متعلقه جنبه بوكس وافراد شرطه واقفين. خافوش؟ مش في دماغه خالص، داخل متعمد. لو هو عاوز يهرب كان هرب، لان كان بيننا وبينه 100 متر مثلا. اه ما ده اللي انا بقوله، ايه اللي يخليه بيننا وبينه مسافه يجي 150 متر او 100 متر؟ لو عاوز يهرب كان هرب ولف ورجع، لكن داخل متعمد انه يأذينا. اه ما هو ده اللي انا مش فاهماه. احنا سبب وقوفنا بقى على الطريق دي كل يوم كثره السرقه كثره الحوادث، خدت بالك؟ مع تشديدات البلاغات بقى بتاعت الناس، تشديدات احمد بقى بعاط على خدمه الطريق وتامينه والسيد المامور، فلازم كلهم. قصدي اقول ان انتوا اصلا ناس مستهدفه من حاجات تانية طبيعيه، وكلنا معرضين لكده، وفي ناس بتخرج مش عارفه هترجع ولا لا. ايوه بس بقى من ارهاب من بتاع، مش احنا هنقتل في بعض يعني. بلطجيه كده، دي حوارات البلطجيه، خليك واقف ويضرب كده على الساهيه غدر كده على طول غدر. اه جمعة انا هسألك معلش سؤال اخير، الناس دي بتبرشم؟ ما اعرفش والله يا فندم. لا اكيد عارف صحابك يعني. شفت شريف برشام كده يعني؟ ما ليش صلة بيهم ولا بعد بهم معاهم في الشارع ولا في اي حاجة. انا من بيت الشغل وساعتها اصل انا قصدي محتاجة جراءة يعني ان حد يضرب على كمين شرطة نار. ما اعرفش كان ساعتها مبرشمين ولا ساعتها. الساعة
السرقة بالإكراه بقت منتشرة جدا جدا وبقت بتخوف ناس كتير قوي. في وقت من الأوقات طبعا قبل الثورة كان فكرة ان احنا ما ننزلش متأخر او ما نقعدش على طرق مقطوعة او دي كانت حاجة مش على بالنا ابدا. بظاهرة السرقة بالإكراه وظهورها مؤخرا وطبعا الأمن شد حيله جدا، ولكن لسه موضوع فكرة السرقة بالإكراه او ان حد يبقى في الشارع، لكن اذا يعني الجراءة توصل لدرجة ان كمان لما الاقي كمين شرطة اضرب عليه نار، دي متهيألي زيادة شوية. هو حضرتك عندنا في شبين وناطر، مركز شبين وناطر، في الفترة الاخيرة تم ضبط العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقات السيارات والدراجات البخارية والتكاتك بالإكراه. طبعا بتوجيهات السيد الوزير الحملة اللي حصلت في الجعفرة والتي ما زالت مستمرة، توجيهات الوزير ضبط جميع التشكيلات العصابية، والحملة مش هتخلص إلا ما التشكيلات العصابية كلها تنتهي في شبين القناطر وأجوار شبين القناطر، سواء في الخانكة سواء في شبرا في أي مكان في العالم. سرقة بالإكراه دي ظهرت مؤخرا ولا عندنا من زمان في مصر احنا مش حاسين؟ هي ظهرت، مفروض ان ظهرت بعد ثورة يناير بعد هروب المساجين وهروب، بس احنا تلات ارباع القضايا اللي بنصورها سرقة بالإكراه بيبقى الناس مش مسجلين اساسا. يعني دي فكرة بتيجي كده في ذهن المواطن العادي ان انا اطلع ثبت حد واسرقه. لا، هي مش بتيجي في ذهن المواطن العادي، هي ممكن تيجي في ذهن بعض المتعاطين للهيروين او البرشام مخدرات تحديدا، يعني لانه بيبقى طالع طبعا مش دريان هو بيعمل يعني زي ما انا برجح صح ان ممكن يكون اللي ضرب نار على الكمين ده يكون واخد حاجه كده. طبعا اكيد بنسبه كبيره. دايما بقول لكم الحاجات اللي هي بيبقى فيها ان احنا بنسرق ونأذي كمان حد صعبة جدا، وللأسف الشديد ان الناس بقت بتخترع حاجات تسرق بيها. يعني في ناس بتنصب تقول لك انا عايزة اجيب كيس دم، انا مش عارفة ايه انا ايه، لكن في حاجات فيها رعب. يعني اللي جايين دول عملوا ايه؟ جابوا ميكروباص وركبوا الميكروباص ومثلوا ان هم سواق وركاب بيستقطبوا الزبون، بيركب وياخدوا حاجته وبعدين يوقفوا العربية ويرموه. كام مرة نبهنا من الحكاية دي وقلنا انك ما تركبش غير من موقف، ما تركبش اي عربية ماشية كده، ما تركبوش غير من مواقف، والمواقف بتبقى موجودة طول الوقت. هتقولي طب اروح ازاي؟ طول الوقت المواقف شغالة طول الوقت. هتقولي طب انا شغلي بعيد عن موقف بالليل، اتفق مع حد بأجرة انه يوديك يجيبك اتصرف، لكن ما تعرضش نفسك ان انت اي ميكروباص ماشي كده تروح موقفه. ده عايز اقولك عشان احنا بنركب ميكروباص وبنمشي طبعا في كل محافظات مصر، كمية ناس بتوقفنا رهيبة على اننا أجرة. اقول لهم غراب جدا الناس دي بيوقفوا اي حد كده يركبوا معاه واحنا تلفزيون النهار، يعني حتى ولا شكلنا ميكروباص أجرة ولا شكل السواق حتى ولا اي حاجة، يعني ولا حتى بص جوه عشان يشوف ان انا جوه. اي حد يروح، انا والله عارفه ان المواصلات رزله وعارفه ان الواحد بيبقى عايز يروح وخلاص يحط جتته على الفرشه زي ما بيقولوا، جميل حلو، بس ما ارميش نفسي في التهلكه، وخصوصا لو بنت. نشوف مع بعض. ابراهيم، انتوا ركبتوا جات لكم فكره العربيه دي منين؟ مننا ومن بعضينا كده. يعني انتوا اصلا صحاب ولا قرايب ولا ايه؟ احنا صحاب بس متفرقين بعيد عن بعض. وكل واحد فيكم بيشتغل ولا؟ اشتغل ايه؟ نجار مصلح. ايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي؟
شاب مش كويس مشيت معاه. قال لك ايه بقى؟ قال لي انا مراتي تعبانه وعايز 40 جنيه عشان بيتها في الملكه نازله. اه بس دي ما كانتش اول مره تعمله كده. لا فعلا اول مره. مش اول مره، ده كذا حد تعرف عليكم. حتى لو 100 واحد هي فعلا ما بقول الصراحه. ايه بقى الاول؟ اول مره انت تطلع معاهم ولا اول مره يحصل كده؟ انا اول مره. انت اول مره. وبعدين طلعت معاهم ايه بقى اللي حصل؟ كان معانا عربية تونية وكان معانا سكينة ومطة. انت اللي سايق؟ لا ما اعرفش اسوق. وبعدين بيدخل الزبون فبيحصل ايه؟ بيركب العربية عادي بيجي مثلا في عرب قبل المكان اللي بينزل فيه، في من الطريق كده زي مقطوع يعني البتوش، فبيوقف العربية بتقف فبيضطر ان هو يسحب عليه سكينة بيديله كل اللي معاه. انت بقى اللي بتسحب السكينه دي؟ لا انا كان معايا مرته. ما انت كان دورك ايه؟ قاعد جنب جنب المجني عليه عشان يسكت يعني. وبعد ما بتاخدوا الحاجه منه بتودوه فين؟ بنوقف العربيه وبننزله عادي. قولي انت كان دورك ايه في العربيه بقى؟ كنت قاعد ورا خالص حضرتك، وكان معايا واحد صاحبي قدام، كنا اللي يركب كنا نرفع عليه مطوه معانا السكينه، كنا بناخده منه الفلوس اللي معاه والموبايل اللي معاه. في حد قاوم في وقت من الاوقات؟ لا مفيش، كله بيطلع اللي معاه. ايوه حضرتك. طب والناس اللي بتركب ميكروباص دي ناس غلابه ولا ناس مقتدره؟ مش كلهم حضرتك، في الغلابه وفي المقتدر. بس المقتدر بيركب ميكروباص؟ في وفي حضرتك. يعني ايه اغلى حاجه خدتها؟ مفيش حاجه. لا يعني ايه اكتر حاجه واحد طلعها من جيبه فانتوا انبسطتوا يعني؟ كانوا 200 جنيه. 200 جنيه دي اقصى حاجه؟ ايوه حضرتك. تتقسم على كام واحد بقى؟ احنا الاربعه. كل واحد 50 جنيه يعني، ده كتير؟ لا حضرتك. فكرتوا في الفكره دي ليه؟ قلت مفيش، هي اللي خلتنا نفكروا في كده. يعني ايه مش فاهم؟ انا متجوز وعندي بنت عندها سنتين، كنت قاعد من شغل بقالي 15 يوم. ليه قاعد من شغل؟ ما يكفيش شغل حضرتك، انا صانع فني تبريد تكييف. مفيش شغل صانع فني تكييف؟ مش لاقي والله. اصل 50 جنيه في اليوم دي تقدر تجيبها من اي حاجه تانية. انا لو انزل اشتغل زبال بس مش لاقي شغل. ما اشتغلتش زبال ليه؟ شغل حضرتك. انت اصلا مسجل؟ لا. بتطلع الطلعات دي من امتى؟ بقالنا بتاع 3 ايام. بس سبت قد ايه في 3 ايام؟ كسبت اللي انا جيت هنا واتزليت. ايوه كسبت كام فلوس؟ ولا حاجه. لا يعني خدت نصيبك قد ايه؟ ما فيش حاجه، 50 جنيه ولا حاجه حضرتك في الثلاث ايام. ما كل مره 150 جنيه في الثلاث ايام، وممكن اقل كمان. ولما فكرت تطلع الطلعات دي ليه حضرتك؟ انا ما كنتش طالع يعني هدفي لاي حاجه، انا كان عندي جلسه وهم قالوا لي تعالى معانا اتفسح وكده، مش تعمل حاجه وتقعد جنب الصاله. جلسه ايه انت سوابق؟ ايه جلسه ايه؟ كنت مسوق بقى حشيشه صغيره، كانت الجلسه بتاعت يوم السبت اللي فات، فقالوا لي تعالى اسرق اتمشى معانا وكده وتقعد جنب الصاله. يعني انت عندك جلسه يمكن يتحكم عليك فيها، فبدل ما تقعد مثلا تدعي ربنا ولا تعمل اي حاجه طلعت تسرق؟ انا والله النيه ما كانتش اسرق، بس يعني جت كده. من النيه كانت ايه؟ ان انا كنت طالع يعني معاهم، يعني بعتبر كنت انا كنت في اعتقادي ان انا كنت بودع الشارع عشان هي جلسه عمومي كده، فلقيت وداع غير الوداع خالص، لقيت نفسي بودع الشارع بان انت توقف ناس تسرقهم بالاكراه. انت بتتاجر في حشيش؟ مش بتاجر فيه، بس يعني حصلت غلطه كده. ايه يعني كنت واخده توزعه وكنت واخده حكايه السرقه دي جت غلطه و... لا الحشيش اللي انت مسكت بيه.
لا ده كان حتة حشيشة صغيرة مش حشيش كبير. يعني كنت بتعطاها ولا بتبيعها؟ بتعطاها. يعني بتشرب حشيش؟ بشرب. معاك فلوس يعني؟ أنا مش عايز فلوس زي أي شيء. مش الحتة اللي قد كده دي بمية جنيه مثلا؟ أنا كنت جايب حتة بعشرين جنيه اللي مسكت بيها اتعملت لي وكانت الجلسة بتاعتها يوم السبت اللي فات. طيب 20 جنيه قصدي معاك فلوس صاحب مزاج يعني. بتشتغل ايه انت؟ شغال نقاش اساسا. يعني بتكسب؟ يوميتي 50 جنيه. طيب ما عايز ايه؟ غلط. الناس لما كانت بتركب اول ما كنت بترفع عليها السكينة كانت بتعمل ايه؟ انا كنت قاعد جنب السواق، كان ابراهيم قاعد ورا مني وحوده قاعد ورا منه. بيعمل ايه الواحد لما يركب العربية ويترفع عليه السكينة؟ بيصرخ، بيعيط، بيصوت، بيسكت، طلع الفلوس اللي في جيبه وبينزل بياخد بعضه وبيمشي، بس طبعا بيبقى خايف. قولي عملت كده ليه؟ هو يعني بتاعت شيطان. انت سواق؟ انت صاحب الفكرة؟ لا هي جت علينا كلنا كده. انت صاحب العربية؟ لا شغل عليها عادي. بتاخد مخدرات؟ لا مفيش، اللي هو حشيش بقى. حشيش ومخدرات؟ مفيش يعني برشام ولا الكلام ده. لا بس الحشيش مخدرات. ماشي مخدرات، من ضمن مخدرات. يعني الحشيش ده غالي؟ لا يا حضرتك. ليه بكام؟ كان بعشرة جنيه بجيبي. عشرة جنيه في اليوم؟ شرط يعني، ما كانت كانت شيطان يعني مش عارف. 300 جنيه في الشهر حشيش؟ لا مش شرط كل يوم يعني، ممكن فرح بتاع مش عارف ايه كده. بتشتغل ايه؟ على تنهاية. بتشتغل على العربية؟ العربية بتاعتك يعني؟ شغال عليها. شغال عليها. الفكرة جت ازاي؟ جت واحنا قاعدين كده، كنا قاعدين في كافيتيريا وبنتكلم وجت كده. ايه قلتوا ايه؟ يعني واحد قدام الكعبل قدام الكعبل في الحروف وبتاع، جت معانا كده. الناس لما كانت بتدخل وتحس انك بتاخد كل اللي في جيوبها وهم مروحين، ما فيش اي تأنيب ضمير صح؟ ما بتحسش ان ده اخر حاجة في جيبه، ممكن يكون رايح يجيب بيه دواء لعياله، ممكن لانك في الاخر ميكروباص مش تاكسي يعني، اللي بيركب ده على قد حاله. مرة واحدة، مرة واحدة دي لا، زمايلك قالوا 3 ايام. مين؟ زمايلك قالوا 3 ايام. ما شاء الله مرة واحدة حضرتك. هي نفس العربية؟ هي اللي بتشتغل عليها؟ اه 18 مرة واحدة انا معاها. وهم قالوا 3 ايام ازاي؟ عينة لا. انا ما فيش الا مرة واحدة حضرتك اللي انا طلعت مكانتي فيها. ما فيش. سبت كام في المرة الواحدة؟ ايه؟ سبت كام؟ سبت ايه؟ كام؟ ولا حاجة. لا كام فلوس يعني؟ ولا حاجة. احنا يعني ما لحقتش، ما فيش. ولا حاجة. لو كنت بتشتغل على عربية بتقبض كام في الشهر؟ لا ده مش قبض، ده بعد اليومية والطرف ممكن تروح ب 30 جنيه 20 جنيه كده. وبعد السرقة تروح بكام؟ ما فيش، هي مرة واحدة وما جاتش. ما جاتش ازاي؟ عيد معايا. ما جاتش ازاي؟ ما انتوا سرقتوا حاجات من الناس. هو اتمككنا في يومين. ايه بس هما بيقولوا 3 ايام. مش دعوة بيهم، انا حضرتك كنت اول يوم اطلع. يعني اول يوم اطلع. قصدي كنت متخيل طيب ان انت هتكسب كام؟ مش عارف. ما اقدرش اقول لحضرتك. قولي بقى ظبطت العربية ازاي؟ والله حضرتك احنا كنا بنمر انا ومعايا زميلي سيادة النواكب احمد طبانة في دائرة الاسم، فاشتبهنا في عربية تناية سوزوكي، وقفناها تم استيقافها جايين بنفتشها، لقينا فيها اسلحة بيضة ومسروقات ساعات وموبايلات. اعترفوا على طول في ساعتها ولا؟ اما اصطحبناهم بقى للاسم هنا سألناهم وكده، فقرروا ان في انهم ارتكبوا الوقايع. يعني لما بتيجي توقف عربيه في كمين وتشتبه فيها، بيبقى الاشتباه ده حسب ايه؟ يعني بتشك في ايه؟ اول حاجه شكل اللي جوه سواق العربيه واللي جوه العربيه. شكل يعني تصرفاتهم، ارتباكهم لما بيشوفونا. على حسب يعني هم تصرفهم هيبقى عامل ازاي، عايزين يهربوا من الكمين، عايزين يهربوا مننا كده. وهم عدوا في كمين عادي وهم معاهم المسروقات دي كلها؟ لا هو حضرتك هم الواضح ان هم ما كانوش شايفيننا في الاول، وبعدين يعني اتفاجئوا بينا بقى، فوقفناهم حضرتك.
في الأونة الأخيرة عانينا جدا من موضوع أن الواحد ينزل ما يلاقيش عربيته، وناس تكلمه تقول له ده عربيتك في العريش، ده عربيتك في اسكندرية، ده عربيتك في برج العرب، ده عربيتك في سينا، وكمية عربيات اتسرقت رهيبة، وناس كانت بتيجي تعيط بالدموع في الإقسام، لأن ده كل ما تملكه. اللي بيروح يسرق عربيه واحد ده ازاي ضميره بيسمح له ويكلمه يساومه على فلوس؟ طب انت عارف يعني مثلا انت لقيت عربيه عجباك ورحت سرقتها ورحت مكلم الراجل في التليفون عايز مثلا 20,000 او 15,000، وافرض الراجل ده عنده بنت عندها القلب او ولد معوق بيحتاج علاج طبيعي ومش عارفه ايه كام في الشهر وما حلتوش، يعني هتقولي يعني عنده عربية؟ عنده عربية، في ناس كتير قوي عندها عربيات وماشية على القد، لأن العربية دي زي الغسالة وزي المروحة حاجات أساسية، وفي ناس بتبقى جايبة العربية دي وطفحة الكوتة عشان تكمل قصتها. يا جماعة من فضلكم لو سمحتوا شوية ضمير، لأن والله العظيم والله العظيم إن يعني الأمن رجع. أنا مش بهددكم والله بالشرطة، بس هتتمسكوا، وحتى لو ما تمسكتوش الفلوس اللي هتجيبوها دي والله ما فيها بركه. ما في متهم وقفت معاه في حياتي قلت له اختنيت ولا الفلوس دي عملت لك حاجه، ما يقولك كله بيطير، كله بيطير وملوش معنى وما استفدتش منه حاجه، ورميتي هنا والله لو ملايين الدنيا ما ترمي على الاسفلت كده بهدله وقله قيمه وقله كرامه. ليه ده انت تاكلها بدقه يا عم. شوف مع بعض. ثلاث ارباع الناس اللي بتبقى مسوكه سرقه في الاقرار دي ما بتبقاش مسجله. انتوا مسجلين؟ مش مسجلين صح؟ شوف انا عرفت من غير ما اعمل، لان ده بيبقى ناس كده ماشيين على باب الله، مواطنين عاديين جدا، يقول لك ايه يلا يا عم الدنيا ضاقت فيلا نوقف الناس ناخد منهم فلوس. صح ولا انا غلطانه؟ يعني ايه؟ ما اعرفش حاجه. ما تعرفش حاجه؟ ما عملتش حاجه قصدك يعني؟ امال ايه حصل ايه يعني؟ جابوه ازاي؟ جابوه من بيت. ليه؟ عشان عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. امال انت جيت ازاي؟ قالوا لك جيت ازاي؟ انا جاي من الشارع من عند البيت. ايوه قالوا لك جيت ليه؟ ما قالوش جيت ليه، انا جيت لقيت القضيه وحطيت في التشكيل وقالوا لي في العربيه مسروقه، واحده اسمها مدام حنان اتحطيت في القضيه. وجابوك انت ليه بقى؟ اشمعنى انت؟ ايه علاقتك بالعربيه؟ ما اعرفش والله. سالتش يعني؟ لا. سالتش طب انتوا وصلتوا لي يعني ازاي؟ لا. طب هما هيقولوا انت حر يعني، انا اديتك فرصه تتكلم. انت عليك قضيه؟ ايه؟ 25 سنه. 25 سنه حكم يعني؟ هربان من ليه؟ ده حكم ايه؟ ايه تجاره يعني؟ انا كنت واخد عربيه اخويا خارج بيها، والعربيه كان فيها مخدرات وانا ما اعرفش، والاداره كانت مراقبه العربيه واتعمل لنا القضيه بقى. اخوك تاجر مخدرات؟ الله يرحمه. مات ازاي؟ مات في مضروب بالنار داخليه يعني، ولا مضروب بالنار من حد تاني؟ في مطارده يعني. ايه كان بوكس ماشي وهو مطلوب فضربوا على بعض واتصاب وتوفى. انت بتشتغل ايه؟ انا حضرتك لما خرجت من الثوره ما لقيتش حاجه اعملها غير ان انا اشتغل في مخدرات. شغف في مخدرات دلوقتي؟ ما حضرتك واحد عليه 25 سنه عامل ايه؟ يعني بتشتغل في مخدرات ولا بتشتغل في سرقه العربيات ولا سرقه بالاكراه ولا ايه؟ لا كنت شغال في المخدرات. دلوقتي يعني دلوقتي في القضيه دي معمول السرقه بالاكراه؟ معمول لك ولا انت عملت فعلا؟ مش جايه من امبابه حضرتك، مش شقه. يعني انت بتقول انا بتاجر في مخدرات بس انا ما سرقتش بالاكراه. سرقة الاكراه دي حكم عبيط يعني. مش قضيتي، لو صاحبة العربية قالت عربيتي انا اللي سرقتها بحاسبين حضرتك. سرقوا العربية ولا ثبتوا الناس اللي في العربية خدوا منهم حق، ولا سرقة بالاكراه؟ سرقة بالاكراه ولا خدوا العربية؟ يعني بيثبتوها وياخدوا العربية؟ وانت برضه ما مش ممسوك حاجة قبل كده؟ جاي معايا. جاي معاه ازاي؟ هو ابن عم حضرتك. احنا شغالين مع بعض. مش مسجل في حاجه ولا اي حاجه؟ انا كان عليا ضبط واحضار في تبع مركز شبه القناطر. ليه؟
كان قضيت برضه سبب الاكراه، بس التشكيل ناس ما اعرفهمش، كان على ضبط احضار ضابط اسمه معتز بش وحي. وش معنى انت اللي بيجيبوك في سبب الاكراه؟ المرشدين يا فندم. المرشدين دول مش بيألفوا؟ ما عشان احنا اختارك يعني المرشد ده ماشي كده قال لك الواد ده بقى انا كل شويه هجيبه في سرقه بكره. عندنا استاذ ريهام في البلد الناس مش بتحب بعضها وكده، يعني ما حدش بيحب يشوف حد احسن منه يعني. ف المرشد بيحقد عليك يا ده؟ المرشدين كلها فيش حد، الناس كلها بتحقد على الناس. ايه بس ماشي، المرشد بيحقد عليك بس مش هيلبسك سرقه بكره مرتين. طب ليه ما بيلبسكش مره سرقه بكره ومره مخدرات مثلا؟ ليه مركز في سرقه بكره؟ لا ما انا دي مش بتاعتي يا فندم، ما اعرفش عنها حاجه. على فكره انا بديكوا فرصه تدافع عن نفسكم، انتوا بتبوظوا الدنيا يعني. انت انا طلبت الحضور المدعى عليه والمجني عليه، يعني تقدر تعرف علينا لو احنا تقول احنا. بالنسبه للسرقه بالاكراه، ليه يبقوا واخدين 25 سنه حكم مخدرات ويجوا عند السرقه بالاكراه ينفوا ان هم سرقوا؟ هو مش بينفي، هو مش عايز بس قدام الاعلام ان هو يثبت على نفسه ان هو قال ان انا بسرق بالاكراه، لان قضيه السرقه بالاكراه بتبقى حكمها مشدد شويه. طبعا هو هربان من السجن من في احداث الثوره، ولما خرج هو يعني اخوه برضو متوفي في واقعه برضو كان فيها عربيه فيها مخدرات واتضرب عليه نار. هو من منطقه الجعفره في جبين القناطر، كون هنا تشكيل عصابه. حضرتك توصلت للثلاثه دول ازاي عرفت ان هم دول اللي قاموا بالجريمه دي؟ الواقعه بتاعتنا بتاعت مدام حنان دي كانت الواقعه ما بيننا وما بين دايره مركز اليوب. طبعا لما جانا البلاغ كان الفتره الاخيره الدنيا هديت خالص في مواضيع السرقه والحمد لله هنا في منطقه الاسم يعني. لما حصل البلاغ نزلنا وانتقلنا لمكان الواقعه، كوننا فريق بحث بيننا وبين مركز اليوب. طبعا السيد دوت معروف عنه البلاغات السرقه بالاكراه، وكان في كذا واقعه تشاهد واحنا معانا صوره ليه من قبل الواقعه، معانا صوره ليه. قدرنا نحدد سيد والتشكيل اللي معاه من خلال طبعا التحريات والمصادر السريه لينا، وكان متاخد منها تليفون، كانوا واخدين منها تليفون، اشتغلنا برضو على التليفون وقدرنا نحدد اماكنهم وضبطناه. يعني التليفون كان مع واحد فيهم؟ التليفون كان مع واحد فيهم. مش شاريه من حد؟ لا مش شاريه، هم مرتكبين الواقعه، لان مش دي برضه مش اول واقعه ليهم، وقائع في مركز اليوب ووقائع في جبين. على الواقع كلها. انت عندكم سنة؟ من كله ما فيش حد بيزيد عن 21 سنة. غيرين يعني؟ صغيرين قوي. فجيت له يوم الواقع وحكيت له على كلها بصراحة. احكي لنا احنا. انا جيت اما كنا ماشيين، كنا خمسة، انا ومحمود ونور ومحمد وواحد كان معاه كمان. فدول محمد ومحمود ابن عمه كان ماشيين اول حاجة بالمكان، ما نعرفش انهم اتثبتوا اصلا. فالجماعه دول ما نعرفش ان في حد. انتوا جات لكم منين فكره انكم تطلعوا تثبتوا حد بدل انتوا اصلا مش مجرمين؟ مش الفكره والله، يعني حتى لو احنا نثبت حد يعني هنطلع احنا الخمسه ومعانا مثلا فردا نثبت بيه. ممكن تسبب بمطوه. انا بقول يعني اللي حصل، انا احكي لحضرتك اللي حصل واللي حصل بيني وبين. انت كنت طالعين تثبتوا ناس؟ لا انا ما ثبتش حد، هم احنا يعني لما كنا ماشيين انا ما يعني مش في دماغنا ان احنا نثبت حد. هو محمود مع الفرد عادي يعني، هو من زمان هو بيشيله، انا تعرفه من مثلا من شهرين. انتوا ما ثبتوش حد قبل كده؟ انا ما ثبتش حد قبل كده، هي الواقع اللي حصل، بس ان دول انا ثبتوا اول قبل مننا وانا ما اعرفش. وبعدين؟ دول ان احنا جينا وراهم بالمكنه فجاه لقيت ثلاثه طالعين علينا، كل واحد في ايده بندقيه واحد في ايده فرد. قلت النور ما تخافش، النور زوب بالمكان، راح جاي مزوب بالمكان، راح جاي خبط واحد فيهم. ما ليه المباحث بتقول ان انتوا كمان تشكيل؟ ما كان ممكن تقول ان انتوا مجني عليكم، ما مش هيكسبوا حاجه. مش هيكسبوا حاجه عشان كان معانا الفرد وقالوا ان هم عملوا تحريات على محمود لو مش كويس يعني، فعشان كان بيثبت.
هم عملوا تحريض عنه والمباحث أضرب كل حاجة يعني. مش كده بسألك، بقولك رحت مع محمود ليه؟ هو محمود من بلد، هو أنا من بلد تانية فوق. رحت معاه ليه؟ بيت في نفس يعني جنب البلد اللي هي راحة اللي هي احنا سبينا فيها دي. فاحنا دول نعرفهم من شهرين قبل، كنت نعرفه عن طريق فرح يعني. يعني اتصلنا رب هي قال لك تعالى معايا نطلع نثبت ناس. لا هو مش قصه نثبت ناس، هو جاله نور، جاله هو نور قال لي هنروح نقعد مثلا في البيت التاني نجيب اكل وشرب ونروح ايه على هناك. معرفش ان هو في جنبه فرد ولا في اي حاجه. بس وانتوا بتعملوا انتوا كنتوا رايحين تعملوا ايه؟ برضه احنا كلنا كنا ماشيين مع بعض. هتعملوا ايه؟ زي ما هو قال لحضرتك. ايه دي قصة كرتونية، حكاية ان احنا رايحين نجيب اكل معنا سلاح. دي بروح يجيب اكل والله اللي هو شايل سلاح. والله انا ما عارف ان هو شايل. انتوا اعماركم حتى مش زي بعض عشان تبقوا اصحاب. عمري ما اتحبس ولا عمري لي اي سبب. عشان كده بسألك، عشان كده بقول لك هما وزوك قالوا لك ايه؟ اقنعوك ازاي تطلع معاهم؟ هو محمود اللي مات ده انا كان معايا مكان، هو قصدني ان انا اخده في مشوار. يعني تاخده تثبت بيه؟ مش اخده تثبت بيه، ان انا اوصله المكان. يعني قال لك وصلني فين؟ شبلانج. ليه؟ هيروح يجيب حاجات هناك من واحد صح. وانت؟ انا كنت راكب مع ابن عم رايح معاه. رايح معاه فين؟ شبلانج برضه. ليه؟ هو قال لي تعالى مع شبلانج اروح عند واحد صاحبه كده. قلت له ماشي. دلوقتي عشان بس قبل ما نعمل، انتوا مسجلين؟ لا مش مسجلين ولا علينا اي حاجه ولا عليكم اي حاجه. فانا الحوار معاكم هيبقى مختلف عشان انتوا مش مسجلين. احنا الحمد لله الحاله مبسوطه الحمد لله، ما فيش اي حاجه. احنا شغالين على ونش، عندنا ونش مطلع طوب ورمل، ولسه مخلص جيش من واحد. امال معاكم بنادق ليه؟ احنا معناش بنادق، جايين من البيت معناش اي حاجه. امال بنادق جت من ايه؟ واحد جاي ما جاي جينا هنا لقينا في بنادق قالوا لنا الحاجه دي. لا 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 وموتوه هو برضو اللي مات؟ موتوه هم وجابوه ميت برضو؟ لا يعني هم جابوا لكم البنادق هنا وجابوا لكم الميت برضو؟ لا طبعا احنا ما شفناش ميت. لا كده انا مش محترمه اللي انت بتقوله. الراجل مات ازاي؟ ما اعرفش اي حاجه والله، عشان ما كنتش في الحادثه برضو. فين كنا؟ في عزا واحد صاحبنا. أنا وده. ازاي يعني؟ والناس اللي قالوا ان انتوا طلعتوا البندقية وضربتوا وعملتوا؟ احنا معناش بنادق. لا يعني الناس التانية دي الداخلية وحشة. انا ما اعرفش الناس دي بره ولا هم يعرفوا. ايوه بقولك الداخلية وحشة. هم ايه؟ هم قالوا ان انتوا موتوا محمود ليه؟ احنا اول مرة نشوفهم هنا اقسم بالله. اول مرة مين اللي موت محمود ده؟ ما نعرفش ولا نعرف محمود ده. أرجو أن تكون الرسالة وصلت. وفي ناس من كتر ما عانت من السرقة قطعت إيديها عشان ما تسرقش. تعرفين أن احنا لو نفذنا الشرع وقطعنا إيدين كل واحد سرق، أنا متأكدة أن مفيش حد يسرق خالص. متأكدة، لأن مش عشان هو هيبقى عايز دراعه على فكرة، عشان هيبقى بيقول قدام كل الناس أن ده حرامي، لأنه يخاف من الناس قوي لكن ما يخافش من ربنا. يأكل ولاده أكل حرام بدل هما مش عارفين أنه حرام. يقبل على نفسه القرش لو هو متخيل أن القرش ده سهل وبسيط وممكن يجيبه في دقيقة، بس مش مهم خالص الناس اللي هو سرق منهم دول محتاجينه ولا لا، ولا هيعانوا من ايه ان ما يبقاش معاهم الفلوس دي. نشوف اللي قطع دراعه عشان ما يسرقش.
معاكم علي عفيفي، اول انسان في العالم وفي مصر يتكلم حد يتسرق على نفسه ويقطع ايديه الاثنين عشان كان حرامي. انا من صغري كنت حرامي، من صغري كنت بس السندوتشات واللي من الرصاص من زمالات من الازهر وفي الازهر في سنه اولى ابتدائي، وكنت بس اكرريس وجربت بدات اسرق خمس ست نبات في البلد، اسرق دكان، اسرق صوابيه، اسرق فلوس، اسرق كيس فراوله، اسرق بسبوسه، تعلمت كذا نبه في البلد سرقه، وبابا ضربني عاقبني مفيش فايده. فقمت طلع في المحافظات اللي بره، في محافظه الغربيه، محافظه الاهليه، محافظه المنوفيه، محافظه اليوب، محافظه الشرقيه، بقيت اسرق فيهم، اسرق الفات وموبايلات وذهب عشان اكل واشرب اصرف فلوس على الناس. انا كنت عايز ابقى باشا من ابقى باشا من السرقه، بس ما عرفتش ابقى باشا ومش عايز ابقى باشا من السرقه. وكنت شغال حلواني، كنت شغال حلواني عند مسرح بزاره، وطلعت من المدرسه من اولى اعدادي، طلعت من اولى اعدادي المدرسه. بعد ما طلعت من اولى اعدادي بدات بقى اشتغل يومين وبطل 10، اشتغل يومين وبطل 10، اشتغلت ميكانيك، اشتغلت نجار، اشتغلت كهربائي، اشتغلت جميع المهن. مش عارف يعني هو السرقه، انا كنت مستسهل السرقه، مستسهل. انا كنت سرق 15000 جنيه من واحد من نواك، اخر سرقه في اول ايد قطعتها 15000 جنيه في نواك. بعد ما سرقت 15000 جنيه جه ابويا، انا بس الفلوس بفرق فلوس على الناس، بفرق فلوس على الناس، فرقت فلوس على الناس، اديت 1000 جنيه وده 1000 جنيه وده 15، صرفت من ال 15 5. بعد ما صرفت الخمسه كافر انا فلوس في البلد على ناس، اما الناس شاكه فيا اللي انا ما اعرفش كتير، اما جايين قايلين لابويا بالليل، جايبين خالد سلطان وجايين قايلين لابويا بالليل، اما ابويا رابطني في الجنزير فوق وعاكبني قال لي فين فلوس ومش فين فلوس والحكايه رو انت جايبهم منين وكده كده. قمت انا مطلع 10000 جنيه مديهم له، قلت له جايبهم حتى كذا 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 من نواه، قام راح مرجع لي 10000 جنيه الراجل، والراجل خلاص 100 100. و وابويا بقى بيعاقبني زي كل نوبه بيربطني بالجنزير. انا قلت هو ابويا كل نوبه يربطني بالجنزير ويعاقبني ويضربني عشان بس لا انا كل نوبه هجيب له ولا وزرقه وكده. كل قمت انا بقى عشان ارضيه وارضي ربنا وارضي قبري واتوب الى الله وارجع لله، قمت قاطع الجنزير بمنشار حدادي. شفت ربنا مسهل لي حاجه، قاطع المنشار بالجنزير حدادي، المنشار حدادي قطعه مصره. قمت نازل هنا لقيت باب الشقه مقفول، مقفول. قمت ناطط، قمت طلع من فوق على السطح، طلعت من عند الكراهيه. بعد ما نطت من عند الكراهيه قمت نازل، قلت ايه؟ راح القطر. رحت ابو القطر كده بصيت له كده ما عجبنيش. حياه ربنا بحكي لك اللي حصل، حياه ربنا ما عجبنيش. بعد ما عجبنيش لقيته كبير كده. قمت راح اشرب كوبايه شاي عند خالي حامد سعيد، راح اشرب كوبايه شاي. بعد ما اشرب كوبايه شاي قلت لهم القطر بيجي الساعه كام؟ قالوا لي الساعه 9:30 بالليل. قمت بعد ما شربت الشاي قمت رايح على القطر، قمت شايف القطر جاي جدا من بعيد، قمت حاطط ايدي ومدروش. القطر عدى، قمت قايم بيه جاي هنا. بعد ما جيت هنا بقى عم عدى على التراب انا قريت لهم الفاتحه وكده، ورحت عند خالي حامد سعيد اللي كنت بشرب عنده الشاي، صوته وصير ام قالوا ما زعلوا علي. ورحت عند خالي سلطان وجيت بقى قعدت نوم. المكنه دي ما جتش، المكنه الكنبه دي ما جتش هنا، الكنبه دي كانت كان ما فيهوش قياس. قمت جاي راكن هنا على المخده كده شويه، وام واقفه قدامي، ام واقفه قدامي وايدي مقطوعه. خالي بقى والبلد جايين ورايا جري. انا سبقته قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، انا قطعت دي عشان كنت حرام هنا، انا قطعت دي وبكى وعاقل، انا مش مجنون. في ناس من العالم بتقول انا مجنون، انا مش مجنون، انا عاقل، انا كنت بسرق الناس، انا كنت بقول له يابا انا مش مجنون، انا بسرق الناس. جاب ادوني كهرباء زياده على دماغي وبس، ورحت من المستشفى سرقت وانا بايدي دي، وكنت بسرق من نوم اللحمه وانا بايدي دي. انا عقلي كده بتاع ربنا يعني، يعني ربنا خلق كل واحد في منصبه، بس انا كان منصبي ابقى حرامي، ودلوقتي حاليا منصبي ابقى سلطان ولي امر قاضي متهم جلاد.
أنا أبو سلطان ولي أمر قادم تمجلة دلوقتي. أنا حكمت نفسي في مصر بدون واحد بدون سلطان في مصر. السعودية هم اللي بيحكموا كده. حاسبوا أنفسكم قبل ما تحاسبوا. أنا حاسبت نفسي قبل ما أتحاسب عند ربنا. وليه لسه حساب في الآخر عند ربنا. وأنا عايش موجود على الأرض. أنا مرضي. أنا طبقت الشريعة الإسلامية بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مع رسول الله ومع الشيخ محمد شعراوي ورحمة الله تعالى عليه ومع كلام. أنا ولا مع إخوان ولا مع سلفيين ولا مع داعش ولا مع أي حد. بس أنا عندي دماغ بتميز الحلال من الحرام. ابن آدم وحواء خطاء خطين توابين. في كل من اثنين هتخطأ. في عندك مسلم عندك مسيح عندك يهودي. المين اللي انت عايز تخش فيها خش فيه. ربنا مش لك حاجة. بس آخر دين مين؟ دين محمد. أنا قدام السرقة قدام الدكتور قدام المسلمانس قدام الشيخ قدام العالم. هذا وعالم يميز. أنا عاقل. وبرضك دي الكلب عمره ما تهدد. أنا كنت كده. أنا كنت ديلي بيتعوق. بلعب. بسرق. بنهب من الناس. مش عارف اتعدل خالص. أبويا وغيره 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 كانوا بيعلمين الأدب. مش عارف اتعلم الأدب. خالص. أنا علمت نفسي الأدب. لربنا وربنا مش لحد. البشر دي على جنب. كتابي وانا طالع عند قبري عند ربنا. استاذ رهام سعيد بتنقل الصوره الصح للعالم. بتجيب الفقير وبتجيب المحتاج وتقول للعالم. يعني زي وتزرع قواقع للناس. ليه؟ كانها ست خيره بتعمل حاجات خير للعالم. جيت هنا نمت كده. انا جيت كده اول ما جيت قعدت هنا. بصيت لاول قطر. بصيت للقطر ما عجبنيش. قمت رايح شرب كوبايه شاي عند خير احمد سعيد. بعد ما شربت الشاي قمت جاي تاني. جيت بقى لقيت القطر جاي من هنا. قمت حاطط ايدي كده وبصص كده. القطر قطع ايدي وقمت قايل ماشي مروح. قمت بقى مروح وراح عند خال احمد سعيد وراح عند خال سلطان. شو كنت حرامي برضك. بعدها بسنه ونص جيت قطعه الثانيه بتاع جنرال اكسبريس جاي من هنا. قمت حاطط ايدي كده وقطع ايدي هنا وقطع هنا وكده. قطع بقى القطر. قمت قايم اما القطر خبطني هنا السبع غرز. قمت ماشي مروح. بس هو دي الحكايه. لحظت ايدي نملت سنتين وبقت عاديه. رحت خدت في المستشفى وبقت مش ما ندمتش. وعمري في المهندة عشان فرحان. عملت عمل محدش عمله في العالم وحرام تسرق. تبت لله ورجعت لله من اللي كنت بعمله في الناس. انا كنت بظلم الناس وبعرق دم وبعرق قلبهم. الشيخ علي كان شقي جامد يعني. فراجل عايز يقرب من ربنا ويتوب ويكفر عن ذنوبه. طلع على محطة القطر فوجئنا قالوا ده الشيخ علي حط ايديه تحت القطر وقطع ايديه. بقينا نقول لا ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو ده راجل شوف عشان يقرب من ربنا عمل في نفسه ايه وربنا يكفر عن ذنوبه وسيئاته يا رب وتقبل منه ربنا. هي من ناحية شرها ربنا فيها كويسة عشان العالم اللي بعد منه تتعص وتشوف اهو ده بني ادم كان مهدد الدنيا وعشان يقرب من ربنا راح عمل ايه اغلى حاجه في جسمه.
راح حطها تحت القطر وزي ما انت شايف حضرتك. انا تالي هي صعبه على معظم ناس غير علي، هي صعبه على معظم ناس وناس يعني اشقيه برضك، بس انا مش عارف في الشيخ علي يعني ربنا يبارك فيه ويغفر له ويسامحه اللي هو عمله في نفسه يعني. بس احنا فاجئت، انا طالعه من الباب هنا لقيته بيد عنك قاعد على السور بتاعنا ده. يا سوادي انا ايه الدم ده يا ودي علي ايه في ما اعرفش. ببص انت عارف بقى لما بيكون العروق مقطعه من الدم بقى، الحقوني يا ناس الحقوني، بعتوا له لامه، بعت لامه جت على ما بعت اللي هو اللي هي في المحله دي جابت لي ملايه لفنا بايدي على ما جه، كانت رجليه دي متبلبله دم من ايده، من ايد كانت ايد واحده الاولانيه، شويه ما فيش كمان يجي شهرين ولا ثلاثه وحصرت الايد الثانيه. صح يا ابني؟ سنه ونص بس ما كانش، ما شفتش الايد الثانيه لو هو جاي لفيه فالي بقى يا كده يا علي. قال لي عشان انا تبطئ الى الله، وقال ما يجيب اي حاجه دلوقتي، لو جايب اي حبه، لو جايب علبه كشري يجي يفرقها على الناس وهو ماشي، بس دي بالحلال، انما اللي كان بيجيبه بالحرام بالعنب كان ايد ريحه وايد جاي، وكان اغلب من الغول، دلوقتي بقى اغلب واغلب واغلب عشان الايد اللي اتعجزت دي. الهدى لما بيجي من نفس الواحد احسن ما يجي من ايه؟ من نفسيه حد تاني. برضه لو جات لنفسيه حد تاني هيجرى له اللي هيعمل ويعمل ويعمل ويعمل، انما ربنا تاب عليه خلاص، تاب عليه خلاص، ربنا يا ربنا جاب له التوبه، ربنا تاب عليه وفعلا تاب عليه ربنا، وربنا كرم واخر كرم. النهارده ما كانش عرض متهمين ولا عرض سرقات ولا لا، كنت بوريكوا اشخاص بس كتير قوي ضلوا الطريق واستسهلوا لقمه العيش الحرام، وفي الاخر ده مصيرهم. يا اللي انت سمعني وارجو ان تبقى رساله من القلب الى القلب، ارجع عن الطريق اللي انت فيه ده لانه مش طريق صح واخرته الندامه. وانتوا خلي بالكم من نفسكم، ولا تمشوا في طريق ضلمة، ولا تركبوا عربية ما تعرفوهاش، ولا تثقوا في حد انتم ما تعرفوهوش كويس، لان حتى لو في امن وامان مفيش بلد في الدنيا بتخلو من الجريمة. تصبحوا على خير.